تقنيات التعليم والتفاعل بين الإنسان والآلة تطور كتير وصار التواصل بين الاثنين أكبر وأهم. فوتاك فكرة بتساعد على التواصل بين البشر والآلة وبتوسع المعرفة عند الإنسان. صار لي بدبي بحدود الأربع سنوات. أنا طبيب أسنان ومبرمج ورائد أعمال. بالرغم من أنه اختصاصي الأساسي هو طب الأسنان ومعي دبلوم بالجراحة وماجستير بزرع الأسنان، لكن كان عندي هواية أو شغف بمجال البرمجة وكمل هذا الشغف معي لحد ضمن هالمرحلة لحتى تحول لشركات الحمد لله. شو كانت الفكرة الأساسية وراء هذا المشروع؟ فكرة فوتك هي اعتماد الذكاء الاصطناعي أو نظام التعرف على الكلام لحتى نقدم خدمة للأشخاص. وهذا مجال كتير ضعيف في المجال العربي، فبلشنا نحن أوائل الأشخاص اللي بلشوا بهذا المجال وعطينا نتائج كتير منيحة. لوجين، هل ممكن تدخلوا أي تعديل ليتناسب مع الشركة الخاصة بحسب قوانينا الخاصة؟ فكرة التكنولوجيا اللي نحن بانينا أنه نحن فينا نسوي لك كستمايزيشن أو نخصصها للجهة اللي عم نقدم لها الخدمة، وهذا الشيء اللي عم نطلب منه. فنحن بنينا تكنولوجيا موحدة وبعدين صرنا نستخدمها بعدة مجالات، فسواء بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة أو الألعاب دائما بنساوي التخصيص ليتناسب مع طلب الجهة اللي عم نقدم لها. فأحد الجهات فرضا هون الحكومية طلبت منا أنه ندعم لهجات معينة هي لهجة دبي، وتساوينا شوية ريسيرش لقينا بدبي نفسها ما في لهجة واحدة وإنما في عدة لهجات، فكلهم دعمناهم ضمن التطبيق اللي عم نقدمهم. وكيف نقدر نستعمله؟ إذا كنت عم تراجع جهات حكومية فينك تنزلي التطبيق وتستخدمي التفاعل عن طريق الصوت أو عن طريق البنوك مثلا إذا بتحبي تتفاعل عن طريق الصوت، وإذا كنت بمجال الألعاب ففينك تشتري اللعبة أو تنزليها من الإنترنت وتتفاعل فيها. لجان، إذا فيك تعطيني مثال كيف نقدر نستخدم هذه التكنولوجيا؟ هي التكنولوجيا مثل ما اتفقنا هي بتشتغل بمجالين، مجال هو المؤسسات والجهات الحكومية ومجال تطبيقات الأطفال. رح نشوف مثال على كل واحد منهم. رح نبلش بالتطبيق الحكومي، بنحسن من خلاله نقدم على قرض منحة أو مسكن أو هيك أمور. هذا التطبيق نرحب بك في تطبيق معرف الإسكان، تبغي تقدم على خدمة ولا تستفسر عن خدمة؟ فأنا فيني أحكي مع التطبيق لحتى أطلب منه شو بدي ساوي. هنقول له هلأ مثلا بدي أقدم على خدمة. تقدر تقدم على هذه الخدمات: طلب إسكاني، طلب شهادة المديونية، طلب خصم الدفع المبكر، طلب شهادة لمن يهمه الأمر، طلب صيانة. هلا فيني اختار الخدمة اللي حاب نخدمك فيها. فيني اختار الطلب اللي بدي اياه لحتى امشي بالاجراءات معه. فرح نجرب احد الطلبات مثلا. أوكي. طلب اسكاني. تبى تختار استمارة قديمة ولا تقدم على استمارة جديدة؟ استمارة جديدة. شو هي حالتك الاجتماعية؟ أعزب. شو هي الخدمة اللي تبى تقدم عليها؟ وتقله تقله بشوف دي هون تقله الخدمة اللي بده إياها. ما جاوبتني. ما جاوبت. فمثل شخص عادي يعني بياخذ منك المعلومات بيسهل عليك الموضوع انه انت تروح تقدم مطرح بوراق. هو الفكره انه نحن عم نحاول نستغني عن انه المراجع يروح للجهه الحكوميه، صار فينا نطبق كل شيء بده اياه عن طريق موبايل ابلكيشن. تمام. وبيقدر ينهي كل المعامله على الابلكيشن. تمام، عم يحمل وراقه ويخلص كل شيء بدون ما يراجع الجهه الحكوميه. حلو، خلينا ننتقل لكن هلا لتطبيق الاطفال. تمام. فالدمية هي بتجي من جزئين، هي بتجي دمية فيزيائية مع الكود تبعها كثير مهضومة وبيجي تطبيق موبايل بيساوي له اكتيفيشن عن طريق الكود اللي بيجي مع الدمية، وبعدين احنا فينا نبلش نلعب معه. بيختار اسم الطفل او اي معلومات بده اياها وبعدين ببلش، فبيطلب منه انه يدخل الايفون داخل الدمية. اوكي، رح يتسلى كثير الطفل انا اكيد. هلا بتشوفي انت كمان رح تسلى. ايفون ودمية يعني كل شيء بده اياه. فمجرد ما دخل بس يطلع لنا وجه الدمية. اوكي. وانا بصير فيني اتفاعل معه. مرحبا، هل تحب ان نلعب لعبه تقنيه الافكار؟ تمام. نعم. هلا التفاعل مساوي عن طريق الضغط، فمثلا انا ما بدي العب هي اللعبه الا فرضا غني لي غنيه. ففي أغاني وقصص ومعلومات وهيك أمور. بالإضافة للتفاعل عن طريق الحكي ممكن تفاعل عن طريق اللمس أو عن طريق الحركات الفيزيائية. فأنا ممكن أدبكه أو ممكن أزدها هيك. كتير حلو. أوكي،
كثير عن جد اكيد بتتعلقوا فيه الاطفال لانه يعني كلعبه مهضومه وكيف طريقه الحكي يعني في صوت بنت وفي صوت هو يعني بتحطي انت بتختاري الطفل انه هو صبي ولا بنت وبتعطي معلومات رئيسيه عنه هو بتصير بسوي له تراكينج لهدول المعلومات ليشوف هو عم يتطور تجاههم ولا لا ومن هنيك بيميز هو صبي او بنت وهلا عم نضيفه شوي شوي بلش يتعلم الاخطاء اللي عم تصير ممكن تقولي له وقت جاوبي خطا فبتقولي له لا جواب خطا فشوي شوي هو عم يزيد المعلومات اللي فيه لحتى يحسن يتحسن مع الوقت تمام روجين شو هي الحدود اللي بتقدموها ولأي درجة ممكن تدخل بخصوصياتنا؟ وقت نتعامل مع جهات حكومية كمان عم يكون التحدي الأساسي بالنسبة لألون هو كيف نحافظ على خصوصية الزبائن تبعنا فنحن التقنية اللي قدمناها عم نحسن نتعرف على الكلام بدون ما نبعث الأصوات للسيرفر فبالتالي عم نحسن نحافظ على الخصوصية لأعلى درجة ما في أي صوت بيطلع من التطبيق للسيرفر تبعنا كل شيء عم يصير عن طريق الموبايل عم نحسن نفهم كل شيء ونرجع له نتيجة بدون أي تدخل من السيرفر وين بتشوف فوتاك بالمستقبل بعد سنة بعد 5 سنين أو 10 سنين؟ هلا ضمن المرحلة القادمة عم نشتغل على عدة أنظمة جديدة تكنولوجية جديدة باستخدام الذكاء الصنعي والديب ليرنينج نتوقع انه رح يعني خلال هاي السنه ان شاء الله رح نقدم عده خدمات جديده واللي شايفينه مستقبلا اكويزيشن رح يصير للشركه نتامل ان شاء الله ان شاء الله لوجان اذا حابب تقدم نصيحه لاشخاص عندهم افكار بس بعد ما بلشوا شركتهم اول شيء تاكد انه هذا المشروع له مكان بالسوق وبيتناسب تماما مع شغفك انت لازم تكون اثناء ما عم تروح على الشغل هو اكثر مرحله سعاده عندك موجوده فاذا كان يعني عم تشتغل تحت ضغط معين او مالك سعيد ضمن شغلك فرجع فكر مرتين لتاكد انه هذا هو المجال الصحيح شو اكثر قصص النجاح اللي اثرت فيكم زي اللي اختارونا فيها لنكون على غلاف مجله فوربس كمان هي كانت تجربه ما بنساها اللحظه اللي وصلنا فيها للاتفاق على الاستثمار كمان كان لحظه كثير مهمه بحياتنا إن شاء الله على طول بتقدم شكرا لك روجين شكرا كثير لك استغلال التكنولوجيا لتحسين ثقافتنا فكرة مطلوبة بقوة فوتاك بيساعدنا على إيجاد الإجابة الصحيحة من خلال تواصلنا معه واستعماله كمستشار ثقافي ومعلوماتي